بدأت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 بمعرض صور فوتوغرافيا للمخرج الإيطالي باولو بازليني بمناسبة مرور 100 سنة على ميلاده. كان لينا لقاء حصري من داخل المعرض مع الفنانة سلوى محمد علي والمخرج أمير رمسيس مدير المهرجان. بالنسبة لي أنا بحب السينما قوي وبحب المسرح، بحب الفن قوي قوي، بحب الفن والأدب كل الإبداعات. يعني الواضح إن أمير رمسيس، أنا عارفة طبعا لأنه ببص على أمير على فيسبوك باستمرار لما بيكتب حاجات. مثلا أمير رمسيس عنده لكل مناسبة مقولة من فيلم عربي قديم أبيض وأسود، وبالذات أفلام يوسف شاهين. يعني مثلا لو قول سمي أي مناسبة في الدنيا، سمي أي حدث في الحياة، هو عنده مقولة أو اتنين من فيلم في الستينات في الخمسينات. فتتصور أنه في هذا الشخص اللي حافظ حوارات الأفلام المصرية، وإحنا الأفلام المصرية تقريبا على فكرة عمرها 120 سنة وحافظ حوارات 120 سنة. وطبعا أمير كان عنده تجربة في الجونة، فبرضو أضافت له التجربة دي، وبرضو عاشق للسينما، بحب السينما قوي 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 قوي، وعارف كل حاجة بسم الله ما شاء الله، ولأنه فرانكفون يعني بيكلم فرنساوي وبيكلم إنجليزي، فده مكنه من أنه يعرف الأفلام بلغتها الأم وبأنه يحضر فعاليات مهمة. فبالتالي أمير لما يبقى موجود فتعرف أنه الحمد لله، يعني أنا انبسطت قوي، كنت خايفة لما حفظي مشي الحقيقة، لأن حفظي عمل نقلة في المهرجان، كنت خايفة فعلا، يعني خايفة قلقانة على المهرجان، لأنه برضو حفظي عنده علاقات دولية بالسينمائيين وكان بيعرف يجيب أفلام وضيوف، وحصل نقلة مهمة. قلقت شوية، وبعدين لما سمعت أستاذ حسين فهمي بيتكلم في أكتر من مرة فلقيت اجتهاد شاب في العشرين، ولما كمان اطمنت اكتر لما عرفت ان في امير واندرو وماجي مورجان، هم عاملين في جروب عمل محترم. هو دايما احنا عارفين انه مخرج السينما لازم يبقى عنده علاقة بالفن التشكيلي، يبقى شايف فن تشكيلي كتير. بس عايز اقولك انه الكادراج بتاعه احنا عندنا، يعني لان انا لما بفتكر مثلا شيء من الخوف الكادرات بتاعته، يعني هنا في كادر ده 72 شيء من الخوف كان قبل. فحسين كمال عنده كادرات، توفيق صالح عنده الكادرات النوع ده، يعني حتى حسن الإمام اللي عمل أفلام عن الكادرات والله تدرس والله. فإحنا وطبعا صالح أبو سيف وطبعا بركات، بس في الجديد حسين كمال طبعا، وفي على فكرة أشرف فهمي. لا دول قبل، لا لسه احنا مرحلة عاطف الطيب ومحمد خان وخيري بشارة وداود عبد السيد، حسين كمال قبلها، وطبعا توفيق صالح قبلهم. باولو بازوليني هو واحد من اهم مخرجين جيل، خلينا نقول جيل الستينات والسبعينات في ايطاليا، الجيل اللي يمكن غير من معالم السينما الإيطالية ما بعد جيل الوقاية الجديدة، أو مع بداية هصات ما يسمى بالوقاية الجديدة في السينما الإيطالية. هو مش بس مخرج مهم، مش بس مخرج صاحب أفلام متميزة، بس هو كمان شاعر وكاتب روائي له أهميته، وإن كان الجزء ده يمكن دائما الحديث عنه أقل. أفلامه غيرت من شكل السرد السينمائي وألهمت كتير من مخرجين العالم اللاحقين لشكل مختلف للسينما. وسنة دي العالم كله بيحتفي بمئوية ميلاده، وفي فعاليات تحصل في مهرجانات العالم كله احتفال بهذه الذكرى، ومهرجان القاهرة قرر ان هو يبقى جزء من هذه المبادرة، ومن هنا جت فكرة المعرض ده. بنعرض ثلاث أفلام لبازوليني، فيلم ميديا، الفيلم اللي يمكن يكون الأشهر في إنتاجه لأنه كان من بطولة مغنية الأوبرا الشهيرة ماريا كالاس. بنعرض أحد أفلامه النادرة التي لم تعرض كثيرا رغم أنه من أفلامه مهمة جدا، فيلم أوتشيلاتشيو تشيليني أو طيور صغيرة طيور كبيرة، وده من بطولة الممثل الإيطالي الشهير توتو، وده بالنسبة للإيطاليين هو عامل زي إسماعيل ياسين، هو الوحيد في تاريخ السينما الإيطالية
قامت افلام باسمه توتو يذهب الى كذا توتو اف اني، زي ما كان في اسماعيل ياسين في الاسطول يعني، هو الوحيد اللي وصل لهذه الشهره يعني هناك. بنعرض له كمان فيلم قصير نادر جدا اسمه لاريكوتا، وده كان من بطوله المخرج العالمي الشهير اورسون ويلز مخرج سيتيزن كين، وفيلم قصير خفيف الظل جدا، تجربة خاصة جدا لبازوليني كنا حريصين انها تبقى موجودة، بالإضافة لإصدارين مطبوعين، مطبوعة بتضم صور المعرض اللي احنا شايفينه النهاردة وأغلبها صور ندى من موقع التصوير الخاص بازوليني، وبعضها بتحمل إمضاء مصورين شهيرين جم صوروا بورتريهات زي يمكن اللي شايفينها ورانا دلوقتي دي من موقع التصوير، ليست صور من كادرات الفيلم، هي صور خصيصا اتخذت من المصورين دول للفيلم. ومطبوعة تانية بتحوي كتابات لست مؤلفين بيتكلموا عن بازوليني. هو بازوليني كما رأاه هؤلاء الكتاب، والأول مرة أعتقد في مهرجان القاهرة يبقى في مؤلفين من أكتر من بلد بيتعاونوا مع بعض المطبوعة واحدة عن بازوليني، ماسيمو ليتشي من إيطاليا، نيسكي لاتي من فرنسا، صلاح هاشم من مصر، مع مجموعة أخرى. أعتقد أنه رجع لفريق عمل كان حريص أن احنا نتلافى. طبعا بتحصل أخطاء، طبعا بتحصل هفوات، طبعا أحيانا بتحصل مشاكل، ما فيش حاجة بتبقى مكتملة يعني. أكبر مهرجانات العالم السنة دي ممكن يكون كان ده مشاكل في شباك الحجز مثلا لمدة 4 أو 5 أيام زي ما كلنا تابعنا بنفسنا يعني، بس في الآخر الأخطاء واردة يعني، بس احنا كنا نحاول نقلل من ده، نتعلم من تجربة العام الماضي، نتيح لأول مرة الحجز أونلاين بالنسبة للاعتمادات البادج يعني، عشان تبقى قادر إنك ما تقفش في الطابور كتير وإنك تحجز بدري الفيلم اللي أنت عايزه يعني. طول الوقت بنحاول نجرب وسائل تخلينا يعني نطور من أدائنا يعني. إحنا أعلنا عن كل حاجة تقريبا خلاص، مفيش مفاجآت جديدة. قد يكون الحدث الأهم بس المنتظر بعد ندوة بيلا طاهر هما ندوتين رئيسة لجنة التحكيم نعومي كواسي والممثل الفرنسي الشهير النجم الممثل والمخرج ماسيو كاسوفيتس اللي هيكون موجود هنا وهيعمل ماستر كلاس يوم 19، واحد من أهم النجوم الفرنسيين، بالإضافة لكونه مخرج حصل على جوائز كتير عن فيلمه كراهية، ومخرج عمل ما بين فرنسا وما بين أمريكا في تجربة جوتيكا مع هالي بيري، فهو مخرج الحقيقة مهم جدا وممثل مهم. أستاذ حسين فهمي بما له من قيمة وقامة، إضافة كبيرة جدا للمهرجان وله خبرات سابقة في إدارة المهرجان، حفزي له علاقات هائلة وعظيمة أضافت للمهرجان، أمير مخرج عمل يعني قبل كده له نجاحات في مهرجانات مختلفة وبالتالي بيضيف للمهرجان. أي حد فينا، وهقول فينا لا انا بما فيهم انا يعني، ما دام بنحب الصناعه دي وعايزينها تستمر اكيد هنبذل اقصى جهد عشان نطلع مهرجان كويس. فما فيش يعني ما فيش هنا ايه المخرج احسن ولا المنتج ولا الممثل ولا ايهما، اي حد فيهم بيحب هذه الصناعه هيطلع مهرجان كويس. مصر قويه ان يبقى عندها زخم مهرجان في شرم الشيخ ومهرجان هنا ومهرجان في أي حتة أخرى، ونستطيع أن احنا نعمل ده كله بكفاءات، وأعتقد اللي حصل في شرم الشيخ على كفاءة عالية جدا، واللي حصل هنا برضو على كفاءة عالية، فما فيش تعارض بين الاثنين يعني. طبعا هي فرصة التلاقي، فرصة أن انت تناقش، فرصة أن انت تروح ندوة فتسمع من مخرج، كل دي فرص بتضيف لي والمفروض أضيف لهم لو قدرت أضيف لهم. طبعا ممكن يبقى في مشاريع مشتركة بين الثقافات المختلفة دي، وارد جدا. وهو المهرجان أنا بشوفه عرس للسينما المصرية بشكل أو بآخر يعني. يعني إحنا في ناس هنا أقسم لا بيشتغلوا معانا، ما بشوفهمش غير في المهرجان، سواء ممثلين سواء مخرجين سواء منتجين مديرين تصوير نقاد، كل الناس احنا في الاخر بنلاقي مكان نتجمع فيه كلنا، فده شيء رائع يعني. وكمان كان لينا لقاء حصري مع رئيس المهرجان النجم الكبير حسين فهمي. عندنا افلام كويسه جدا، عندنا لجنه تحكيم كبيره مهمه متواجده معانا،
فإن شاء الله تبقى حاجة كويسة. عندنا نشاطات مختلفة، عندنا ورش، عندنا أشياء كتيرة. يهمني جدا أن الجميع يتفرج عليها ويبقى متابع للحركة الفنية. احنا عندنا أكتر من 100 فيلم جايبينهم من أكتر من 50 دولة. ففي أفلام جاية من شرق آسيا، في أفلام جاية من أمريكا الجنوبية، من الشمال، من الجنوب. يهمني جدا الثقافات المختلفة تبقى متواجدة في المهرجان، ان احنا نبعد عن الأفلام اللي متفرج عليها طوال العام في دور العرض. فاحنا عندنا 10 أيام مليانين أفلام مختلفة، أفلام قصيرة، مشاريع، أفلام طويلة، في أفلام داخل المسابقة، أفلام خارج المسابقة. يعني الحقيقة حياة فنية. احنا عندنا معرض بازوليني واقفين فيه دلوقتي. بازوليني مخرج مهم جدا في إيطاليا، والمعرض ده كان موجود في روما وإحنا طلبناه وجاء مشارك مع المهرجان. فكل دي أنشطة الحمد لله الدورة هتبقى مهتمة بيها جدا. يعني أجمل حاجة في السينما أنك أنت بتخش هذا العالم الخيالي اللي مش موجود في الواقع. يعني الواقع الافتراضي ده احنا بنيناه من زمان، من السينما لما ابتدت هي واقع افتراضي كبير. لما احنا بنمر بالتجربة دي وبعد كل السنين والعمر وبقيت بروفيشنال، انا لازلت هاوي ولازلت غاوي سينما ولازلت بحب السينما ولازلت بجري اسأل مين شاف ايه واتفرج على ايه كل ده. يعني عشان اجيب معرض زي ده من روما ونجيبه والمعهد الثقافي الايطالي يشاركني ويتعرض هنا في المهرجان مع حاجة، ده اكيد واحد بحب السينما. يعني لا يمكن يكون واحد موظف شغلته بس ان هو يظبط مهرجانات، لا انا غاوي سينما بحب السينما وحفضل حبها طول عمري. ماشيين موازيين لمؤتمر المناخ، فالكوب 27 كان اوريدي معاده متحدد، فانا قررت من البدايه ان احنا نتابع هذا الاتجاه الدوله بتقيمه من خلال يونايتد نيشنز. قللنا المطبوعات الورقيه بشكل كبير جدا عشان نقلل كمان ونبقى متابعين للحركه اللي هي مواكبه للمؤتمر. قللنا المواد البلاستيكيه في حاجات كتيره جدا. طلبنا عربيات سيارات للرجال التحكيم تبقى كهربائيه. فاحنا يعني ماشيين مع المناخ، ماشيين مع البيئه. احنا عندنا ذوي القدرات الخاصه كان لازم اهتم بيهم. انا سفير دولي جلوبال امباسدر للسبيشال اولمبيكس بقالي 12 سنه، فبالتالي جبت شباب من السبيشال اولمبيكس يشاركوا ويمشوا على الريد كاربت معانا. كل دي انا شايف انها يعني اتجاهات جديده للمهرجان، المهرجان يتابع ده. حاجه تانية كمان، رممت فيلمين من افلام السينما المصريه العظيمه جدا وتاريخ هايل. فيلم يوميات نائب في الارياف لتوفيق الحكيم وتوفيق صالح المخرج، فيلم اغنيه على الممر لعلي عبد الخالق كان لازم يترممه. وخدت قرار ان المهرجان كل سنه هيرمم فيلمين من الافلام المصريه العظيمه. عندنا افلام هايله، عندك البوسطجي، عندك المستحيل، عندك صرصره فوق النيل، عندك حاجات مش قادر اقول لك ايه ولا ايه. يعني احنا عندنا تاريخ حافل. يعني ليوناردو دي كابري صاحبي وانا جبته هنا مصر قبل كده ونزل طلعنا الاقصر واسوان انكوجنيتو خالص من غير ما حد يحس، ونزل في النيل وعام، كان عايز يعوم في النيل، عام في النيل فعلا. هو جاي بالظبط عده ساعات، هيجي يقول كلمه وهيمشي، فما كانش ممكن ابدا ان هو يجي عنده ارتباطات تانية، فكان لازم يرجع تاني. فيعني كان هيجي لنا كمان نجوم لكن الظروف ما سمحتش. بس احنا عملنا مهرجان هايل، يعني الافتتاح كان رائع جدا، ومصريين هم اللي عملوه، وابطالنا المصريين، نجومنا المصريين كلهم متواجدين، التكريمات كانت هايله. فاحنا دايما نقدر نعمل كل حاجه، يعني السينما المصريه قادره على انها تتواجد بشكل كبير. يعني وكان من ضمن فعاليات اليوم الثاني للمهرجان ندوة خاصة للمخرج الفرنسي جان لوك جيدار. كان ضيفنا النهاردة الناقد والمؤرخ الفرنسي جان ميشيل فردون، ويمكن احنا اتكلمنا على تاريخ جودار. هو على رأي ما هو علق في بداية الكلام انه ممكن يتكلم 8 ساعات عن جودار، لانه فعلا التاريخ بتاعه ثري جدا، لكن احنا حاولنا نركز على البداية اللي انطلق منها او خلته اصبح مؤثر بهذه الصورة، وليه هو تحديدا اسم السينما دايما بتقف عنده. لما رحل الناس كلها اتكلمت انه جودار رحل، رغم ان في مخرجين كتير بيرحل عن عالمنا كل فترة، لكن جودار كان التأثير بتاعه أكبر بكتير من أي اسم تاني. فده كان اهتمام ان احنا نتناقش فكرة أهمية جودار دي جات منين.
تابعنا معاكم فعاليات اليوم الثاني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، ولسه هنتابع كل يوم فعاليات المهرجان على شاشة قناة 10. استنونا وإلى اللقاء.